يعني الجاي وايدك فاضيه؟ لا ما الامانه في جيبي حاجه. ايه لوكس؟ تسمع عن بلد اسمها فرنسا؟ فرنسا بسمع اسمها في الاخبار. الهديه دي جايه من فرنسا عادي؟ جايه من فرنسا، جايه من فقوس. تطلع ايه بقى الهديه دي؟ كوتشينه. كوتشينه؟ ما انت هبل صحيح. انا لا بعرف في الكوتشينه ولا بفهم في اللعب بتاعها. يا عبيد دي مش كوتشينه عشان اللعب، عشان المزاج. بص شوف شوف يالا شوف نسوان. ونسوان فرنسا. ما تلزمنيش يا بسوقي. يعني ايه ما تلزمكش؟ ده انا مش لاقي مخصوص عشانك. اصل انا قريب قوي 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 هشوف الحاجات دي بحق وحقيقي، كله هيبقى طبيعي. وهتشوف الطبيعي ده ازاي؟ لا قولي، ده احنا اصحاب. هتجوز. ومين بقى العروسة؟ وردة بنت زنوبة، بنت فرصة والزمة خيال. وش معنى بس وردة؟ ايه منها مش بنت بنوت؟ لا يعني في كلام، طرطيش كلام. كله كلام، لكن وردة اول ما هتدخل عندي سمعتها هتبقى زي سمعة مرات مأمور المركز بالظبط. صباحيه ربنا يقدرني واشتري لك نص كيلو لحمه. انت مش صاحبك سوقي. ايه انت اخويا، قبل ما اقف جنبيك وانت عريس. تشرب شاي؟ يا ريت، احسن الشاي اللي عندنا سكه. طول النهار بنغلي التفل للزباين. تعال. ازيك يا عرفه؟ ازيك اخويا؟ Thank you.
حبيبي. اتفضل استريحي. لا يا حبيبي ما يصحش، بكره ان شاء الله هفوت عليك. ده كده اللي ما يصحش، لازم تقعد شويه. لا يا ابني ما حدش يقعد مع عريس وعروسه وانت الداخله. هفوت عليك بكره على اذنك. ماشي، مع السلامه حماتي. تسلم يا حبيبي. مع الف سلامه. بلاش تيجي بكره بدري بقى، ها؟ ولا اقول لك تعالي بالليل، ولا اقول لك بلاش بالليل، تعالي تعالي بعد 40 يوم. جرأت سوقي. هو انت منك جبت حلتين وبابور جاز عايز تتجوز معايا بيهم؟ مع السلامة اخويا. عقبال فرحك يا تسوقي. عقبال فرحك اخويا. مع السلامة تسوقي. متشكرين. والله وردة وبقت مراتة وردة. انت هتعمل ايه؟ هما اللي بيعملوا العرسان ليلة الدخلة بيبقى اسمه ايه؟ يا اختي انت مالك مستعجل قوي كده ليه؟ طول بالك عليا شوية، انا اخد على المطرح والمطرح ياخد عليا. قوي قوي. اللي تاخده على المطرح. بص يا وردة، ده بيتك وانا جوزك حلالك. تعالي بصي بصي. ايه رايك في السرير؟ برح وواسع مش كده؟ لا وايه، متين جامد قوي، والخشب بتاعه لا ممكن يلف. انا ما رضيتش اجيب المرتبه قطن، جبتها سفنج. سفنج جبتها سفنج. المطرح كله شرح مش كده؟ ليلتنا عنب. خد يا ورده اشربي. ايه ده؟ شربات؟ لا ده صبير احمر عليه سفن عشان تبقى ليلتنا عنب. فين عليك عايز تدوخني؟ ما احنا هندوخ سوا بقى. بيلسع عايز يعرف. ماله؟ بيلسع. بيلسع. بلاش من اللي بيلسع ده. حلو بيلسع ده ورده. كله هيبقى على الطبيعه. ايه ده؟ ايه اللي وقع ده؟ ده عسكري السرير. عسكري السرير. احنا ليلتنا عمل. مش عارف، انما هي كده لنا علب. زي ما اكون بدوق طعم الجواز لاول مره. يا اخويا منك يا ما تحت السهل دواهي قتلك شطار. مش كده؟ مبقاش بيلسع دلوقتي. ها ورد الورد عايزك. انت شفت الكنبه الاسطنبول دي؟ الكنبة الاسطنبول دي الشنطة بتاعتها بقى قطن مش سفنج. باين عليها متنجدة قطن. مش كده؟ تيجي نشوف انه احسن القطن ولا السفنج؟ يا اختي تتهد بقى. حرام عليك الدعوة بقى برضه. ما تيجي قبل القطن نجرب الأرض. حد الشرف عرفه ابو شويط. عقبال الحبايب. اصل اتجوز يا سيدي ليلة امبارح واكيد مريح له كام يوم. صباح الخير يا حنفي. خد يا حنفي. فين دلوقتي يا حبيبي؟ عميل عايز نروح مشوار سوا. انا خدام. لو كنت تخلي بالك من نفسك هتبقى كويس والقرش هيجري في ايدك، بس عايزك تكون طوع وخفيف. انا بس خايف من عرف بعد زهوة الجواز ما تخلص يعكسني. يا سيدي هنشوفه بعد الجواز يبقى حلها ربنا. انا خدام. وانت عشان خاطر يا سي عرف
لا خلاص شبعت يا وردة. اخ منك، هو انت بتشبع ابدا؟ من الاكل. اه على فكره انا ناويه بكره احمر لك البطه اللي جابتها لامي. ايه رايك بقى اعمل لك معاها رز ولا مكرونه؟ اللي على مزاجك يا ورده. انت مش ناوي تخرج ولا ايه؟ اخرج اخرج اروح فين؟ الله اخرج. لا مش كده يا عرب، انا حتى لسه ريحتي طبيعي. الله يهدك يا عرفه يا ابني. الا قول لي انت امك اسمها ايه؟ ايه؟ امك اسمها ايه؟ ولا اعرف. ولا تعرف؟ حد ما يعرفش اسم امه؟ طب ما سالتش ابوك على اسم امك؟ ما انا برضه ما اعرفش ابويا. ايه ده؟ اتولدتش تاني كده؟ ما هو لازم يكون لك اب وام، ولازم تكون نزلت من بطن امك. لا انا نزلت من القطر. كان جاي منين القطر ده؟ ولا اعرف. كنت مش اعبط فيه وانا صغير مع العيال، لقيت العساكر بتضرب جريت، القطر مشي وانا فضلت في البلد لغايه دلوقتي. طب مين اللي سماك عرفه الجبالي؟ ايه؟ مين اللي سماك عرفه الجبالي؟ والله اعرف، انا لقيتهم بيقولوا لي عرفه الجبالي، بقيت عرفه الجبالي. انا ليلتنا عينا الدين. الأمانة دي معيش أفرج الكردواتي. ألوان كده وصلت؟ ده لسه مكلمني في التليفون. بسم الله ما شاء الله، ضيفك براعبة عربة ملكوية. خد. لا سفارك حسب دي حاجة كده ملهاش دعوة بسفارك. امسك امسك امسك. اه مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. اسمع انت اسمك ايه؟ حنف. حنف سوكا. اسمع دايما يبقى شاقر عليا، يمكن اعوزك. ازاي عارف؟ هات عيون عرفه. على فكره باكل شيء قرب يخلص. وماله نجيب غيره؟ اجري هات الفلوس من جوه. محطوطه فين؟ في الدولاب فوق، هتلاقيها محطوطه في حق سردين فاضي. طيب. اهدى، ما فيش غير 3 جنيه بس. انت شايف فلوس في حته تانية؟ لا التانية ولا التالتة. يا لهوي، يعني احنا معلش في البيت غير 3 جنيه بس؟ وانت قاعد نايم جنبي ولا على بالك حاجة؟ الله ما على يدك يا وردة، ما احنا من يوم ما اتجوزنا واحنا بنصرف الفلوس اللي انا محوشها، ده غير مصاريف الجواز. وان شاء الله بقى ناوي تقعد جنبي كده لغاية امتى؟ لغاية ال 3 جنيه ما يخلصوا؟ يلا يا حبيبي انزل شوف اكل عيشك. اه كفاية عليك قوي كده، الحق حق. طولي بالك شوية يا بابا وردة، مش كده؟ هطول بالي لغاية امتى؟ عرف انزل شوف اكل عيشك احسن لك. ايه احسن لك؟ انت بتهددني. اه بهددك. هتعملي ايه يعني؟ مش هخليك تلمسني. ما تقدر ايه؟ ده انا اخسر فلوسي يا عرف. النبي ما تقدر يا الله. وردة عرف انزل شوف اكل عيشك يا عرف، الجواز مش كله كده؟ اه عايزين ربنا يسترنا، ولا انت عايزنا ننكشف ونحتاج؟ ده ستر اساس السعد يا عرفة. لسه هننزل ونمشي ونتنين. مشوار بتاع ربع ساعة، تقعد لي فيه ساعتين، مش تقعد على صالح الناس؟ ما هو مش ذنبي. أمال ذنبي مين؟ ذنب أنا عشان بعتك؟ خد. إيه ده 5 صاغ؟ أمال عايز 5 جنيه؟ كفاية الزبون اللي كان قاعد مستني البضاعة، طلع من القعدة ومشي، يلا روح ورينا عرض كتافك. يلا. خدهم مش عايزهم. عاملين معلمين بالقلمطة. الإسراف وحش في كل حاجة. خد اشرب. مش
شويه جنزبيل مغلي مع البندكر، انما هيخلوك زي الحصان. طقطق لي ظهري. ايه؟ طقطق لي ظهري. يا نهار اسود، انت على كده مش هتقدر تسد. خد اشرب ما تكسفناش. يا جدع انت، انا حلي مهدود من المشاوير مش من الجواز. طقطق لي ظهري. مش كده تسوق الناس يقولوا علينا ايه؟